السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 10/5/2022 أو 10 مايو 2022. المباراة في الجولة 36 من الدوري الأسباني. المباراة بإذن الله تعالى يكون معادها الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 11:30 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعه 7:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. برشلونه حاليا في المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 69 نقطه، اما نادي سيلتا فيجو فهو حاليا في المركز ال11 برصيد 43 نقطه. متابعين الكرام، المباراه هتكون على ملعب الكامب نو، ملعب برشلونه، والمعلق المتالق رؤوف خليف، والمباراه هتذاع على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى الجوله 36 من الدوري الاسباني. واليكم القنوات الاجنبيه الاخرى ناقله المباراه، منها بين سبورتس اتش دي 2 انجلش، ارينا سبورت 1 الكرواتيه، 11 سبورتس 1 بلجيم، بين سبورتس كونكت، لا ليجا تي في اتش دي يوكي، وتركمانستان سبورتس. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.